رسالة إلى شيعة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. تذكروا أنكم بعين الله تعالى وفي رعاية ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، وما أكثر الفتن في هذا الزمن. فطالعوا من الكتب المهدوية ما يزيدكم بإمام زمانكم حبا، وبكلماته ووصاياه وضوابط علائم ظهوره معرفة وعلما. لتراب مقدمك الفداء يا منقذ الأجيال من جور العداء، يا ملهما صدر التقى، يا قائدا سفن النجاة. حرق بنا هذا زمان وقد فدا، حرق بنا هذا زمان وقد فدا.